تخاف لا تحتار لا تخاف لا تحتار للسيد رئيس المجلس الوطني للحزب أستاذ بخريس محمد، ونشكره كذلك على تحمله عناء السفر من بوجدور إلى مدينة دار البيضاء، وما كذلك دون أن أنسى بعد التعقيب سوف نقوم بقراءة الفاتحة على أبيه الذي مبارك بخريس الذي وفته المنية قرابة شهر، ثم كذلك على شهداء الوطن الحبيب الفلسطيني. فنقف إجلالا وإكبارا لقراءة الفاتحة على